كم نطلع بوصفة الكنافة بالمهلبية لحد ما تدوب هاي عندي وأحطها على الرز اللي هي وصفة الحلو لليوم. الكنافة بالمهلبية رح يكون بدنا لوصفة المهلبية اللي استخدمناها المرة الماضية واللي هي بدنا لتر حليب، 5 معالق كبار من السكر، 6 معالق كبار من النشا، علبة قشطة، معلقة كبيرة من الزبدة، فانيلا سائلة ورشة ملح. أما بالنسبة لطبقة الكنافة رح يكون بدنا زبدة قطر وعجينة الكنافة الخشنة جبتها من المؤسسة، وأيضا رح يكون بدي للطبقة الأخيرة قشطة وللتزيين فستق حلبي والورد المحمدي اختياري زي ما أنتوا بدكم. تمام، هاي هون عم بدوب بس هيك السمنة آخر إشي. طبعا تقدر تشوفوا الطبق النهائي على الطاولة اللي هو اللي هناك، الورد المحمدي بالتزيين و ب والله أقل من 10 دقايق معانا. يلا هلا هذا بس يدوب على السريع، بحب أفرجيكم هيك الأشياء كلياتها على الهواء عشان تشوفوا كل الخطوات، بس بعدين بندم عشان بصفي ما عندنا وقت. طيب راح أقيم الكفة تاعتي وأبلش بالحلو عشان إنه هو شوي بده وقت. راح أحط على النار عندي الحليب واللي هو لتر من الحليب، لتر من الحليب راح نحطه على شمالك. يلا يلا لتر من الحليب راح أحط عليه 6 معالق من النشا وهو بارد، أهم شيء عشان إنه ما يكون عندي فيه تكتلات. لتر من الحليب البارد، وفي هاي الأثناء راح أحط عليه 6 معالق كبار من النشا، 1 2 3 4 5 6. بعرف إنه كميته بتخوف، بس هو أول إشي ما بيعطي نكهة، ثاني إشي إحنا هيك بنضمن إنه أنا يجمد عندي هاي الطبقة كتير منيح واللي هي طبقة المهلبية. راح أنزل السكر والفانيلا ورشة الملح من الكسيح، اوكي، واخليهم هدول كلياتهم مع بعض يغلوا عندي على النار لحد ما يصير عندي الخليط كثيف. نشوف عليها عشان ما نطلع اصوات. نبلش بالتحريك الى ان يصير عندي الخليط كثيف مع الحراره شوي شوي، والنشا وهذا كلياتهم رح يصيروا زي المهلبيه كثيفه. تمام، اللي هي طبقة القشطة الكذابية. رح نستمر في عملية التحريك، وفي هاي الأثناء رح أحكي لكم عن الطبقة الثانية. الطبقة الثانية رح يكون بدها إنه صراحة شوية طولة بال، إذا كان في عندكم شعيرية باكستانية أحسن لأنه هي كتير تستوي بسرعة وما بدها كتير وقت. أما الكنافة واللي هي بتنباع عجينة بالسوق، أنا حبيت صراحة أختارها لأنه بدي يكون في إشي موجود بالمؤسسة وتقدر تعملوه بس تروح على المؤسسة. فرح تجيبوا اللي هي عجينة الكنافة، وإيش تساووا فيها؟ تضربوها ضرب ناعم بالسكين حتى تصير عندي بهذا الشكل مفروم فرم، ولما تكون مجمدة بيكون الشغل فيها سهل. لما تكون هيك مجمدة بيكون سهل إنه أصها، إذا ما كانت مجمدة بيكون أصها صعب. هيك هلا بفرجيكم اياها كيف انه انا مفتفتها كثير منيح. وبس اخلص كمان من اني انا قسمتها، لسه كمان بدي افرطها بايدي عشان اضمن انه ما في عندي اي تكتلات. اوكي، هيها شوفوها كيف انا هيك بدي اتاكد انه هي ما فيها تكتلات، بدي اتاكد انه هي مفتفته كثير منيح. وراح اولع هون عندي النار على اعلى درجه واحط كمان شوي من الزبده وأخليهم يدوبوا على النار، وأنزل عليهم مسكينات أهلهم، وأنزل عليهم بعدين الخلطة تاعتي. هاي هيك نخليها هاي تدوب براحتها. تقدر تستخدموا سمنة عادي، تقدر تستخدموا زبدة زي ما أنتوا بدكم. ونخليها هاي تدوب لأنه هاي المرحلة صراحة بدها شوية وقت، واللي هي مرحلة إنه خلطة الكنافة عندي تصير محمرة أو محمصة. وهذا بنخليه كمان نستمر في عملية التحريك إلى إنه يغلي. بس يخلصوا أفرجيكم كيف بصير شكل الكنافة وهي محمصة. هاي الكنافة عندي محمصة، بتكون بتقرش قرش. أحطها على النار مع الخلطة تاعتي هي اللي رح أخليها بالطبقة التحتانية. أوكي، خلينا نتأكد إنه ما يصير في عندي هون كوارث فضائية.
اوكي. وهاي الطبقة راح يكون بدنا ان نحط عليها شوية من القطر عشان نخليها تتشرب. اوكي، لحد ما هذا عندي يغلي. هي الطبقة الوسطانية، بتقدر تفرجوهم على الطاولة شكل الطبق النهائي بس يخلص كيف بصير عشان يفهموا علي كيف هي الطبقات. الطبقة التحتانية حطينا عليها اللي هي الكنافة، والطبقة الفوق حطينا عليها اللي هي الخلطة تاعت المهلبية، واخر اشي حطينا اللي هم الفستق الحلبي مع القشطة، وهدول الاشياء اخر اشي للتزيين. استنى اشوف القطر. هيك هذا القطر عملناه فريش عشان قطرنا خالص كان، فهي صار في عندي هون قطر، وهي هذا مستمر في التحليق. طيب شو راح اعمل على الزبدة عندي؟ راح انزل الكنافة تاعتي المفتتة واخليهم يتحمصوا كلياتهم مع بعض من دون ما انزل عليهم هلا ولا اشي الى ان يصير لونهم كلياته ذهبي وجميل. اوكي، واهم اشي انا اتاكد انه انا ما في عندي اي تكتلات، وهذا الاشي رح يكون بيحتاج صراحة لا تحريك كل شوي، ومرات ممكن تضطروا او تحتاجوا اذا حسيتوها ناشفة كتير ترشوا عليها من بخاخ الكسيح اللي هو بنكهة الزبدة. هيك بنخليها كلياتها تتحمص. طبعا عجينه الكنافه تعتبر من العجائن اللي احنا ما بنقدر نستخدمها هيك زي ما هي، لازم كثير ضروري انه احنا نخليها تتشرب وتتسوى لانه تستوي، عشان هي مش مستويه بتكون تعلك. تمام، نكمل بهذا الى ان يغلي. لازم تستمروا بالتحريك حتى ما يكون في عندي تكتلات بالمهلبيه. ماذا لو سهيت عم بشتغل او بتعملوا زي ملاهي عم تعملوا 700 شغله بنفس الوقت؟ الإشي الوحيد اللي ممكن تسووه في حال تكتل معاكم تجيبوا المضرب اليدوي الكهربائي وتضربوهم مع بعض. أوكي، رح نخلي هذا يتحمر أو يتحمص، ونفترض إنه إحنا عنا هداك اللي هو المحمص هو اللي صار جاهز. أوكي، فإنه إحنا نعمل سحر عشان الوقت واللي هو صار هاد. أوكي، شو رح أعمل؟ رح أحط عليه شوية قطر وأخليهم كلياتهم ينرصوا مع بعض بالطبقة الأولى لحد ما هذا عندي يكون صار عم بغلي شوي هيك، واللي هي التشريبة تاعت الكنافة، والقطر عاملته مش كتير خفيف ولا كتير مرق، وإذا كان أقرب لأنه يكون مرق أحسن من ما أنه يكون أقرب للكثيف. أوكي، ما رح أكتر كتير، وهيك بتأكد أنه أنا في عندي إياهم كلياتهم، برصهم بستنى عندي طبقة المهلبية تستوي عشان أسكبها فوق. هي بلشت تغلي عندي هلا، بتشوفوا كيف بتصير شوي شوي كثيفة، هي بلشت تتكثف بين معاكم، هيها بلشت تكثف. أوكي، هي صارت كثيفة، شوف كيف صار قوامها. هلا هادي بطفي عليها النار وراح أنزل عليها القشطة، وراح انزل عليها الزبده واستمر بالتحريك لحد ما عندي كل حبات ال شو اسمه شمالي القشطه تدوب، وايضا كل حبات الزبده يدوبوا. هي عندي الزبده، انا طفيت النار. هاي البقبقه من بواقي المقلاي. قد ايه ضايل معنا وقت؟ يا دوب دقيقتين. يا بهي الاثناء وانا عم بنهي الصحن نحطه على تحطه على الطاوله لانه لانه بدي عضلات. بالله اغلبك يا عدي، بدي اعذبك. اوكي، هي هيك انا عندي صارت هاي الطبقه جاهزه، راح اخذها واحطها فوق. اوكي، واخر اشي تقدروا تحطوا شويه قشطه اختياري، واحنا راح نزين بالفستق الحلبي هيك على الداير. يسلم ايديك. شكرا جزيلا. هي هيك واخر اشي راح احط بالنص، واحط عليهم
الورد المحمدي، وهيك صارت عندي جاهزة راح أحطها على الطاولة. طبعا هاي لازم تتبرد بالثلاجة، تتحضر قبل 3-4 ساعات بالراحة، بس لأنه فيها نسبة نشا منيحة فرح تجمد معاكم بسرعة. وهيك بتكون صارت عندنا جاهزة، راح أحطها برضو على الطاولة. تمام، وهكذا بتكون وصفاتنا لليوم قد انتهت، على أمل أني أنا كنت ضيفة خفيفة لطيفة على قلوبكم، وصفاتي كمان كانوا خفيفين لطيفين على قلوبكم. شكرا كثير من كل قلبي لكل حد عم بقرأ بالتعليقات، وخاصة أنكم تكونوا عارفين أنه في القسم الثاني معظم الوقت ما بكون قادر أني أنا أقرأهم، بس كثير بحب أني أنا أقرأهم أكيد بعد الهواء. فشكرا جزيلا لكم، على أمل أن نلتقي غدا بخير، كونوا بأمان، إلى اللقاء.